إن صرف فعلا. تمام. بالنسبة أول من الأشياء الأولى اللي درتها اللجنة الطبية الاستشارية، رسمنا الخطة لمكافحة هذا الوباء. الخطة كانت كالآتي في البداية عشان نحتوي هذا الوباء وما ينتشرش زي ما هو منتشر الآن. نصحنا الحكومة بإنشاء مكانات لعزل المرضى خارج المستشفيات، فتم إنشاء. طبعا مستشفى الهواري كان خارج الخدمة، تم تجهيز مستشفى الهواري بالكامل بعدد 33 جهاز تنفس صناعي بأسرة بتاعه، سواء كانت 33 اللوطة أو 100 اللي فوق. تم تجهيز مستشفى الكويفية، تم تجهيز برج الأمل، راهو الأجهزة التنفس الصناعي عندي فيه 25 جهاز تنفس صناعي من هال 300 اللي يحكوا فيه. تم أجهزة مراقبة القلب، را كل مريض قاعد في، سواء كان عندي في القسم الأبراج، طبعا البرج 7 أدوار، المرضى واخذين منا 4 أدوار إيوائية، الدور في 54 مريض، هذا كل سرير عنده مراقبة قلب، أنا لازم نشوف الأكسجين بتاعه. هذين كلهم تم شرائهم. تم تجهيز مركز العزل بتاع شحات ما كانش موجود، تم تجهيز مركز طبرق ما كانش موجود خارج المستشفى. بالإضافة أن احنا راهو في القصة هذه لنا 5 شهور، ال5 شهور هذين كلهم العناصر الطبية كل 4 ساعات لازم يغيروا الكمامة ويغيروا اللباس بتاعهم، الجوانتيات كل 4 ساعات يتغير، هذين كل المصروفات غير الأدوية طبعا المرضى اللي جوا، غير الأكسجين. على فكرة احنا عندنا قصة في الأكسجين، غير الأدوية، غير التغذية، غير رك. انت تحكي عليه مكافحة وباء 5 شهور وجهزا به 18 مركز عزل،